رفع سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس قوة دفاع البحرين. جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها سعادة السفير بهذه المناسبة وبمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات العسكرية البحرينية الأمريكية. وقد استعرض سعادة السفير الإنجازات التي حققتها قوة دفاع البحرين في ظل الرؤية الحكيمة لجلالة عاهل البلاد المفدى، حتى أصبحت قوة الدفاع مثالا يحتذى به في الاحترافية والفعالية والجاهزية القتالية. كما شدد سعادته على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية البحرينية الأمريكية لما فيه خير ومنفعة البلدين الصديقين. من جانبه أشاد الأدميرال كيفن دونيغان بالعلاقات العسكرية بين البلدين وبعمق الشراكة بينهما والتي وصفها بأنها قوية ومستمرة، وأشار إلى حكمة وقيادة جلالة الملك المفدى التي أسست قوة دفاع البحرين وأدت إلى تطورها. من جانبهم أشاد الحضور بالاحترافية والجاهزية التي تتمتع بها قوة دفاع البحرين والدور الأساسي الذي تقوم به مملكة البحرين كحليف أمريكي مهم من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو. هذه المناسبة تقدم بأسمى آيات تهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سيدي سمو رئيس الوزراء وسيدي سمو ولي العهد، وإلى صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بهذه الذكرى الخالدة لتأسيس قوة دفاع البحرين. فيأتي التنسيق اليوم من قبل الملحقية العسكرية لهذه الفعالية تجسيدا للتاريخ القديم الذي مرت فيه مملكة البحرين على تأسيس قوة دفاع البحرين، بالإضافة إلى 70 سنة علاقة عسكرية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. فحرصنا على دعوة أصحاب الشان، وإن شاء الله أن البلد يكون محفوظ بإذن الله تعالى بقيادة الحكيمة وشعبه الكريم. أود أن أهنئ قوة دفاع البحرين بالذكرى 50 على تأسيسها، وهو أمر رائع، وكذلك 7 عقود من علاقات الصداقة والشراكة المميزة ما بين الولايات المتحدة والبحرين.